واكيد مشاهدينا الطبق الثاني اليوم كمان حيكون عندنا شيء مميز بالفراخ. خلينا نشوف المكونات ونعود معكم. مكونات فراخ مع البطاطا بصلصة الطماطم: 500 جرام فراخ مفروم، 100 جرام بصل، 100 جرام بقدونس، 300 جرام بطاطا، 300 جرام طماطم، 50 جرام رب البندورة، 300 جرام بندورة مطحونة، مكعب الخضار عدد 2، زيت للقلي، سعتر ناشف رشي، ملح حسب الرغبة، وبهار حلو حسب الرغبة. لك يا مشاهدينا اليوم طبق الفراخ المفروم الناعم، تقريبا هو شبيه شوي بالكباب، بس اليوم نحن رح نعملها هيك بطريقه كثير طيبه ومميزه، واكيد الاطفال حبوها لانه رح يكون فيها مذاق رائع جدا. هون نحن اكيد بحاجه لشريط الخفق حتى نخفق المزيج، وكمان بدنا نضيف لكن صلصه الطماطم. هون بدنا نضيف لها شويه مي، لانه بحاجه حتى نضيف كمان مكعب الخضار، لكن هون الطماطم المطحونه، وكمان مكعبين من الخضار حتى يعطي طعم مميز، واكيد معجون الطماطم نحن نسميها لب البندوره اللي هو مكثف الطماطم حتى يعطينا طعم طيب، بالاضافه الملح، كمان بهار حلو رشي دائما بيعطي نكهه مميزه، لكن طبق الجزر الاول او الثاني كمان صار جاهز، الطبق الثاني كمان من الفاصوليا على الطريقه المكسيكيه، ونحن كمان عم نبشر بالطبق الثالث. هون نحن اكيد مشاهدينا البطاطا والجزر الى حلقات مستديرة. هون دايما اذا راس البطاطا عم بحس معكم عملوا له قاعدة صغيرة، لاحظوا كيف الفرق من قصة بهالشكل، بنثبت الراس ببطل يلعب تحت ايدينا. انا هون لحط بطاطا كمان نقطعهم بهالشكل، كمان البصل الى حلقات، كمان هنا هون بعد حبة، الى شرحات مستديرة، وكمان عندنا نحن الفراخ. الفراخ هون رح نقطعهم بهالشكل تنفرمهم على الشوبر او على البلندر او محضر الطعام. بدنا نحط الفراخ بمحضرة الطعام، كمان رح نجيب الملقط، ومكنة البلندر اللي رح نطحن عليها كمان اشياء. هون الفراخ، يا سلام، هون رح نحط هالقطعة الحلوة، نفرمهم فرما ناعما،
كمان رح نضيف لها البقدونس والبهار الحلو كمان كمان عنا هون عنا كمان نضيف هون رح نبلش نحن نعملهم بشكل اخرص. شوف هذا صارت ناعمه، مش معقول اليوم تكنولوجيا شو حلوه. قد ما واحد يتطور لازم دائما يطور حاله. هون نحن صار عندنا هون قطع من الفراخ وقطع من البطاطا والبصل، هون كمان نكبسها بهالطريقة، بطاطا كمان بصل، فينا نعمل كمية قد ما بدنا دغري. طريقة سهلة ست البيت فيها تعملها، في خبركم قديش البهارات. هاتي ريحة حلوة مع البقدونس. هون كمان بطاطا وبصل. أكيد هون كمان بعد في عنا نفس الطريقة. أنتو فيكم تعملوا حسب الأشخاص. بطاطا وبصل، بطاطا وبصل، بطاطا وبصل، كمان فينا نحط بطاطا بالوسط. شوية كمان ما تبقى من بطاطا وبصل. كمان نغير الكوانتي. يا سلام. هون نحن رح نضيف صلصة الطماطم اللي نحن جهزناها، رح نفوتها على الفرن ورشة زعتر. كمان طبق هيلثي نحن ما اعتمدنا كثير. وعدنا من بعد الفاصل مشاهدينا، وطبعا نحن بالفقره الرابعه وضيفنا اليوم الشيف محمود خليل عكاوي. اهلا وسهلا فيك شيف محمود. اهلا فيك شيف. يعني كيف اليوم فعلا انت ضيف عزيز على البرنامج، وكمان الله يخليك. عم بيجينا كثير شكر من المشاهدين، عم بتشكرونا عن الشيف محمود، دائما بيعطينا معلومات كثير حلوه. واليوم عندك كثير مشاهدين ناطرين تيشوفوا كيف طريقه الكنافه بالجبن. يلا كنافه بالجبن. هي طبعا هي اصلا في عندنا كنافه نابلسيه، في عندنا كنافه الناعمه، كنافه خشنه، كنافه خشنه، فيها اصناف كثيره. اصناف كثيره بس لحتى اليوم رح ناخذ الكنافه الناعمه اللي هي اكثر شيء مشهورة بلبنان. نابلسي بنابلس وبلبنان كمان طبعا. قبل ما نبتدي ونحكي مع الشيف محمود موسعا عن الكنافة الطيبة، رح نشوف المكونات ونعود معكم. مكونات كنافة بالجبن: كيلو عجينة كنافة مطحونة، 200 جرام سمنة، كيلو جبنة محلات. أما مكونات العسل: كوب عدد 2 سكر، كوب ماء، و20 جرام عصير ليمون. لكن شيف محمود نحن ما نطلب منك هيك تعطينا شوية أفكار على العجينة، إذا فيها ست البيت حضرها صعبة أو سهلة. قبل كل شيء ما في شيء صعب، ما في شيء سهل. نعم. صعوبتها بمعدات جا عندها، وهوينتها جا كان موجود مع الداتا.
مثل شو بحاجه يعني؟ هيدي كيف هي من العجينه العسمليه. نعم. الخيطان. نعم. بتصير معنا هي. يعني هذه العجينه العسمليه كل كيلو عسمليه بنحط له وقيه ونص سمنه و100 جرام قطر. قطر نعم. بنحطهم منيح بنطحنهم نرجع نفوتهم على الفرن نحمصهم. نرجع نضهرهم ليبردوا. تضلها بيضة يعني بدها تحمص طبعا اكيد. نرجع نضهرهم لبرا ليبردوا نطحنهم نرجع نزنزلهم على النخاي ليطلعوا معنا بهالنعومية هيدي. يعني الافضل الواحد يجيبها خالص افضل ما هي يعني مثل ما بقول شريتها وتربيتها فاهم يعني في شيء بتعذب وما تزبط 100% فالافضل نحن نجيبها خالص في معدات وفي اشياء نحن في نعملها. هلا الجبنه نحن الجبنه لازم نستعمل دائما المجدوله تشيكي او الجبنه عندك المجدوله والعكيه مع بعض تضربهم اوكي بدك تحليهم بيجوا بين حكيه كل ما غيرت عليهم كل ما كان افضل. بدهم تقريبا 12 ساعه بتحلوا اول مره اول زوم يعملوه مثل يعني حلوه بزوم فاتر شوي بيرجع بصير حلوه مي ما كثير سخنه يعني تكون هيك مزبوط. طبعا فاتر شو نفطور مشان يصير منها هيك الزنخه وهالحليب اللي فيها بصير تحليها كل ما غيروا عليها كل ما حليب اذا حطيناها مي جاري مي جاري اجى فيه مي جاري ليش لا بس بهاليمنا ما وفر مي هلا انا ما وفر مي بالضبط احنا ما فينا قد ما كان يعني كل ساعه بيشيلوا بغيروا بيمشي حاله اوكي لكن مي جبنه العكاوي تشيكي او المجدوله بنقطعها اول فتره بنحط مي فتره خفيفه بنرجع كل ساعه بنغيرها لمده 12 ساعه يعني تقريبا 12 غيار تتحلى الجبنه مظبوط. شايف هلا شفتك انت عم تساوي اكله البطاطا كيف البطاطا وسلايسز مقطعتها بهالرفع لان كل ما رفعوا كل ما حليت اسرع كمان مظبوط يعني دائما تقطع جبنه رفيعه كيف شفت عم تقطع البطاطا هلا والبصل نعم سيدو نفس الشيء تذكرتني بدي اشوفهم بالفرن شوف محمود لانه انا شفت الكنافه انبسطت فيها فبنشوف اذا هيدي صار جاهزه اوه هالشكل اوكي شيف محمود وبعدين نعم بكون مهيئين طبعا صدر هنحاس او الالمنيوم ما بيأثر يعني في حال ما عندهم بالبيت او صينيه العازله على عازله الحراره يعني شو ريحه طيبه شيف ريحه غير شكل ياخذ لون لون حلو ياخذ احمرار من الفرن بكون احنا محضرين السمنه طبعا بدنا كعبة سمنه اوكي بهالطريقه عظيم هون لكن حطينا نحن السمنه اللي هي سمنه البقره تتعطي يعني ركزوا مضبوط مشاهدينا عن طريقه الكنافه لازم يكون عندنا خاصه عندنا هونيك بمصر في السمنه طيبه كثير البلديه ايوه بتطلع طيبه كثير فيها سمنه البلديه كثير طيبه بالكنافه نفركوا شو قد ما هم قد ما بنقدر نفركهم شوي شيف اكيد مشان كمان ما هالكبت ما يروح منا يعني يا سلام يا سلام قديش لازم يكون سمكتها تقريبا سمكتها بهالطريقه نحن بنمدها على قد العجينه قد العجينه هي تقريبا كم كيلو شيف محمود هالصينيه هيدي كيلو بتيجي على الزبط كيلو على قد يعني اذا عندنا طلبيه كيلو كنافه هيدي الصينيه على قد فينا نظبطها هيدي كيلو طبعا بنكبسها منيح الينا اوكي كبسها بالطريقه ها حلو كثير عظيم هون لكن نحن كبسنا هالكنافة بهالطريقة أو بنحط نايلون نحن شبنا أكيد حليناها أكيد هلا لازم ندوبها شوي على النار أكيد بندوبها شوي على النار نحن طريقتنا بندوبها على النار شو بنحط لها مثلا كيف وقت كيف مثل بعد شوي صغيرة نعم حسب شفتوا لاحظتوا الشيف محمود بالإصبع دغري عرفها قديش السمكة المطلوبة كبسناها منيح بهالطريقة هيدي نحطها شوي بنحطها على النار هلا اوكي عظيم الجبنه هون نحن بدنا نحط جبنه هون اوكي بنحليها بيوقع ما بيأثر لو بكسر ما بيأثر مش هذا مبين شيء شوفوها معنا بهالطريقه هيدي طبعا ما نكون حاطينها على النار هيدي النار قوي بنكون قوي ملعقه خشب هونيك اذا بتحب شيف محمود ايوه هاي ملعقة خشب اوكي نحط لها شيء مي او بلا مي هلا مشو اذا بدها مي بنحط لها مي حسب قوية الجبنة شيخ هون نحن فينا نقول العكاوي هلا جبنتي عندي قوية اوكي هي قوية يعني نوعيتها بتكون ممتازة طبعا بس تكون قوية نوعيتها ممتازة بس هي بس ما فرطت معهم هنا عم بتحلى شيف معناها جبنة مضبوطة جبنة مضبوطة ها
لكن احنا جبنه حليناها بالماي مثل ما ذكرنا مشاهدينا، وطبعا الكنافه اللي عم ندوبها هي جبنه محليه بنحطها على النار في حال هي بدها ماي، جبنتنا قويه قويه بنحط لها شويه ماي تساعدنا شوي على نصير لزج شوي. بس يا سلام اجباري هلا في كثير شيف محمود بحط كيف فرفط كيف صار شيف دغري على الفرق ما بيصير هذيك النابلسيه بتحط جوا على الفرق شيف بس ما بتنز ماي ما بتنز بتنز ماي بنسينا ننشف المي عن وجهه. ايوه يا سلام بلش تشلخ الجبنه بلش تشلخ شيف بس طبعا ما ننتبه كمان ما تحترق الجبنه احنا عم نشتغل بطريقه يعني بيتيه هلا ما عم نشتغل بطريقه نشتغل على ايدنا ها اوكي هيك هي طريقه عمليه بواسطه اليد هنيك بايدنا هيك بنشتغل اوكي دائما ست البيت لازم تلبس كوانتي او طبعا ما بننصحها بننتبه ها قديش سخنه احنا عم عودنا يعني معودين عليها بصير هالجبنه تاخذ بعضها البعض يا سلام بتشهي منظر الجبنه وعم تدوب هي وعم تسيح هلا تقريبا خلصت في استعمل هذا اصفر اوكي او الابيض اذا شاف محمود ابيض يلا هذا شاف عظيم اللون الاصفر واللون الابيض ابيض لان نعرف نحن ابيض للجبنه عظيم كيف شيء كيف صارت؟ اوه هلا نضربها بيدنا شوي حلو طبعا بنكون هذه محطينها على النار شايف نعم بس يمكن ما معنا وقت تحط لنا على النار بس نحن هيدي بدنا نحطها على النار من مرة ما تقريبا قديش؟ هون بدها 10 دقائق 10 دقائق اذا بدنا بس تعطيك هون بس تعطيك الاحمرار هون خلص معنا خلصت يعني احمرار على الاطراف اذا حطينا الفرك على النار وعم بده تحريك مستمر طبعا اي الوجه ليش شايف صار شقفه وحده كيف كانت صار شقفه وحده ها اوكي حط على الجهه هذه على النار قبل ولا معنا وقت؟ 10 دقائق ما معنا وقت شايف محمود ما معنا وقت حطها على النار اوكي نحن تقريبا حنلاقيها بنمدها هيك بهالطريقه بهالطريقه هي تقريبا ساعتها بس نحطها على بتاخذ لون نرجع بنطبها اكيد وبتصير عندنا بهالطريقه لانه طالما حضرت وحده شرط هون هون القطر طبعا بضل مدها قطر عظيم هيدي لكان هون نحن فينا نسخنها بطريقه البمري او بمري ما يسخن دائما اذا حطها طريقه اطيب شيء اطيب عظيم هون هيدا القطر عظيم هون بدنا نفرجي للمشاهدين كيف يلا نوزع القطر هذا القطر على يمشي مفرط معنا هون خلي على النار شوي يزيد بس شايف اوكي هون كين تفضل هات تسخن معنا عظيم هات تسخن معنا بصير نفس الطريقه هيدي هون الجبنه تقريبا هذا فينا نسخن غير البماري فينا نعملها مايكرويف مثلا على المايكرو بس الافضل البماري افضل بماري بس في المايكرويف اذا اخذت نار زياده قويه ممكن طبعا بصير تغلي بصير ترجع بتشد ترجع شيخ هون ملاحظ انه القطر عم يشرب السميد يعني إيه على بتلقطة يا سلام نحن مسمكين الجبنه كمان شيف بس تروح معنا اوكي بس لتوصل معنا بس لفوق شوي بس تعطينا شوي ندوب هون طبعا الصحن هذا هون شايف اوكي في عندك سامي صحن ولا عم صحن زين يلا هون لكي مثل ما شفتوا مشاهدينا عن بامري هون بلش الجبنة تسوح اكيد نحن وقتنا شوي ضيق بس انه اخذتوا الفكره اليوم الرئيسيه كيف تنعمل الكنافه يلا بس دقيقه يا سلام طبعا في عندك ملعقه هون بدك تدوقها بدك تدوقها كمان شيف ايوه ملعقه تحت الطاوله هونيك شيف محمود اوكي او شوف كمان بصير عظيم لما نعطي المشاهدين ناطرين كيف هالكنافه رح تكون شهيه للغايه وحتى نتلذذ فيها وتكون بطعم مميز جدا اوه يا سلام الكنافه الطيبه هون الجبنة كمان نشوف الكاميرا شوفوا الجبنة كيف بلشت تدوب هون يا سلام بلشت تدوب هلا شايف هون حتى الجبنة هون الجبنة ديبت ديبت
حتى هون يعني فعلا شيف محمود كنيفتك انت دايما وحلوياتك بس مش بس كنيفتك هوني يا سلام صحن شيف صحن فعلا يعجز اللسان عن التعبير شيف محمود شيء طيب كثير شيء فاخر على الاخر الكنافه اليوم بالجبن اكيد مشاهدينا اخذتوا فكره طعمه ولا اروع اذا قصدتوا بيروت نحن حاليا موجودين بمصر بس اذا قصدتوا باش الدوب يعني اذا قصدناك نحن على لبنان انت قريب من المطار اكيد مالنا بعيد دغري من المطار 500 متر ما في ابدا بنوصل على محلك شيف محمود اهلا وسهلا فيك فاطيب الكنافه رح تكون عندك وتشرف فيهم نحن بنتشكرك كمان واكيد بدك توعدنا كمان باشياء طيبه كثير للمشاهدين اللي بتنظر دائما شيف محمود خلينا عكاوي باصناف من الحلويات الفاخره اللي بتاخذوها جمله وتفصيلا من دون اي غش يعني مثل ما بقولوا خلطه السريه سري. يعني هي افضل مثل ما بقولوا عم نعطيها المضبوطه كمان يعني ما من سر الخلطه خلص على اسم البرنامج نحن وقت سمينا البرنامج سر الخلطه يعني ما عندنا شيء تراجع ومصداقيه مع المشاهدين شيف محمود شكرا لك سلام للوالد كمان خاص وشكرا لكل المشاهدين اللي اليوم طبعا رفقونا باطباقنا الشهيه واكيد الكنافه كانت شكرا للمشاهدين كمان طبعا احنا بنتشكر المشاهدين وين ما كانوا بدول عربيه وبنتشكر كمان مشاهدينا بمصر اللي هن حبايبنا ومن قلبنا من جوا نحن بنحبكم قوي 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 شكرا لمتابعتكم اليوم ونلتقينا قريبا غدا الى اللقاء